حيث حاول التقدم في أكثر من فرصة، إلا أن محاولاته ظلت طريقها نحو الشباك. الكمبيوتر الياباني لم يقف مكتوف الأيدي، بل اختار لاعبه ريوتا أوشيما الدقيقة 31 لافتتاح التسجيل من هذه التسديدة التي لم يملك الحارس إلا مشاهدتها في الشباك لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف. في المشهد الثاني وبعد بدايته بثماني دقائق ضاعف يوسوكي دكشي النتيجة بتوقيعه الهدف الثاني مصعبا مهمة الأخضر في الفوز باللقاء، غير أن أمال المنتخب السعودي لم تتوقف بتحصله على ركلة جزاء أسكنها عبد الله مادو في الشباك اليابانية. بعد ذلك لم ينجح الأخضر في إدراك التعادل، حيث انتهى اللقاء بالخسارة التي كلفت المنتخب السعودي الخروج المبكر من البطولة، فيما كان تعادل كوريا الشمالية مع تايلاند